السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله من افتتاح الفرع الثالث لفطاير على الطاير من منطقة الرفاه. احنا موجودين في المطبخ، بس خلونا ننقل لكم فرحة هذا الافتتاح. التفاصيل تتابعونها في هذا التقرير. ألف مبروك افتتاح الفرع الثالث في منطقة الرفاع، بس بغيت أعرف يعني فطاير على الطاير والفرع الجديد في الرفاع، بغيت تفاصيل. أول شيء الله يبارك فيك يا رب، ونحن اليوم مبسوطين بوجود جريدة الأيام لتغطية هذا الحدث. فطاير على الطاير أتوقع الكل صار بيعرف، عمره 8 سنين بالبحرين، أول فرع كان بمنطقة المحرق، والرفاع كانوا يقصدونا للمحرق بالبداية، ولما رحنا لبديع كمان نفس الشيء، فحبينا نحن هلا نتواجد عندهم هون ونخدمهم بحب مثل ما تعودنا دائما. توسيع نطاق الخدمه لفطاير على الطاير، يعني اشهل الصراحه انا جربت الشاورما يعني قويه، بغيت تشهيني على اطباق ثانيه. شوف الشاورما طبعا هي من 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 افضل الاشياء اللي موجوده بالمحل، لان الانجريدينتس تبعها شامي بالضبط، الطريقه الشاميه المضبوطه، لكن الأقسام كثيرة والأطباق كثيرة. نحن تقريباً منقدم بحدود 200 صنف بالمحل هون، من الحلويات ومن المعجنات والمشاوي والشاورما، المقبلات الباردة والسخنة. يعني عمي أحمد الجميري، إحنا اليوم تشرفنا بشوفتك في فطاير على الطاير فرع الرفاع، ووجودك اليوم يعطي يعني لمحة مميزة للافتتاح. بغيتك تخبرني عن الفرع الثالث وتواجدك اليوم وسبب التواجد بالتحديد. اولا الفرع هذه باسم بنتي مي، وهو ملك لزوجها حمزه، وهذه الفرع الثالث، ومثل ما انت شايف جماله وكبره والاكل مميز فيه دائما، فانا جاي هني اشاركهم في فرحه الافتتاح.